هذا البرنامج برعاية أهلاً وسهلاً بكم في مصرف الثقة الدولي الإسلامي، هو أحد المصارف العراقية المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي المضمون من شركة ضمان الودائع والذي يعمل بكافة الصياغة الإسلامية، ويقدم مصرف الثقة الدولي الإسلامي خدمات متنوعة ومنها فتح الحسابات بأنواعها، جاري، ادخار، ماستر كارد، وديعة إسلامية، توطين رواتب، إصدار واستلام الحوالات الداخلية والخارجية، إصدار خطابات الضمان، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب مبادرة البنك المركزي العراقي. مع مصرف الثقة الدولي الإسلامي، اسم يتردد وثقة تتجدد. صح، هي مثل ما اعتبره، رحم الله امك وابوك. يعني صح، هو الموضوع شويه غريب. شنو هالقلب هذا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قلب عندك طلب من طرف مو صحيح؟ اي قلبي صحيح. وصلت؟ قلبي انا حاليا هم شركة احمد عبد الكريم للعقار. ها، وصلت يعني الموقع؟ وصلت الموقع؟ اي نعم. قلبي بلا زحمة عليك، ممكن اطلب منك طلب؟ قول. صراحة هو هذا الطلب اللي طلبته مو الي صراحة، بس بدي نعم. اشوف هاي المرة اللي قبالك قاعدة تبيع مي. اي هاي من الصبح لي هسه الصندوق لحد الان ما بايعته، صندوق من الصبح لحد الان، ومره فقيره وتعبانه. نعم. فسويت الطلب هذا الها، بس تقدر تدفع فلوس هذا الطلب واني فد يومين بس استلم راتب اسددك فلوس الطلب هذا؟ شلون يعني؟ ما فهمتك. يعني انت تدفع فلوس الوجبه هاي جبتها، انت تدفع فلوسها واني يومين بس يصير يومين عندي فلوس اجي انطيك اياها. يعني انا لو عندي هسه كان هسه دفعت الفلوس وانطيتها للمره. جد الحساب هو 10 10. تقدر تتحمل انه تدفع بمكان هاي المره اللي مثل امك؟ يعني اعتبرها مثل امك وماماك لو تعبانه بهالحر هذا وقاعده تبيع مي. كيف؟ نعم نعم. اذا تريد انا يومين يومين انا انطيك. تمام، ماكو مشكله. معكم مشكلة أنت تدفعها؟ لا تمام. يعني اعتبر هذا يعني هذا بميزان حسناتك، يعني صدقني وأنت فاعل خير. صح. لا هي مثل ما اعتبره. رحم الله أمك وأبوك. يعني صح، هو الموضوع شوية غريب، بس أنا انكسر قلبي عليها صراحة. لا استمك. أنا جدا أشكرك. الاسم بالخير؟ لا علي. علاو، جدا أشكرك أنا علاو. ممنون منك. لا حبيبي. وإذا تريد يومين ثلاثة بس أستلم راتبي أني هذا تليفونك أحفظه وأجيب لك الفلوس. لا تمام. هذا يعني انت راح تتحمل الموضوع هذا؟ هذا تمام. اشكرك قلبي. مثل ما تقوله. عاشت ايدك، الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي. منك تحياتي. شلونك قلبي يعني؟ قلبك؟ شوي القدم اللي قدام بلا زحمة عليك علاوي. تمام. ألو تسمعني؟ تسمعني؟ نعم. يمك علاوي يمك. طبعا أنا ما أعرف شلون أشكرك على هذا موقفك، يعني موقفك نعم موقفك ما أعرف شلون أشكرك عليه.
موقفك مشرف. لا 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 اخوي تدلل صدق شريف، يعني صراحه مثل ما بعد هذه في الدول قلبك يحفظ لك امك ان شاء الله يا ربي. الله واذا تريد انا قلت لك يومين واجيب لك اياهن اذا تحسبها فد شيء. قلبي ما يحتاج والله. اكيد اكيد يعني من نفس راضي اعطيتها. هذا من نفس راضي وحق هذا الله. زين ممكن تنزل شوي من الدراجه جمع الامر. اكو شجره على يمينك اقدر اشوفها. اي نعم. تمشي للشجره، روح على الشجره. يا الشجره هاي؟ اي هاي مال قلم طوز. اي اكو صخره جواها ظرف. جاره جواها ظرف. اي هذا الظرف. علي هذا الظرف بمبلغ مادي يسد موضوع الوجبات اللي دزيناها للمره هاي خطيه. ومبلغ لك احنا شاكريك جدا. قلبي ما يحتاج والله. والله اعرف اعرف تقول انت ما يحتاج وهي التفصيلة، بس هذا فد شيء من حقك انت، هذا قوتك ويوميتك يعني. لا ممكن لا يدلون والله. يعني جدا اشكرك لان موقفك كلش مشرف وانت فعلا فاعل خير، سويت فد شيء. الانسانة كبيرة اعتبرتها مثل امك وانطيتها، تبرعت بفلوس الوجبة لها. اشكرك انا. لا الدلل والله. اشكرك انا يعني تحياتي لك. الله يكثر الله يكثر من امثالك يا رب. نعم الله يكثر من امثالك واشكرك انا. رحم الله فيك. لا مشكور والله مشكور. اشكرك حبيبي تحياتي مع السلامه. مع السلامه. علاوي علي قلبي علي عيني. نقدر ننشر هذا المقطع عادي؟ تمام ماكو مشكله. اشكرك حبيبي تحياتي لك حبيبي. السلام. الله يرزقك الله يرزقك حبيبي. السلام. هذا البرنامج برعاية